السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نحل exercise on lesson 1 concept 2.2 من كتاب المعاصر لمادة الساينس. يلا بينا نبدأ. أتمنى لو أول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا معانا في القناة ونعمل لايك على الفيديو. Question number 1, choose the correct answer. Number 1, whom which are built in a cold weather area have roof made up of. المنازل اللي بتتبني في الأماكن اللي الطقس بتاعها بيكون بارد، السقف بقى بيكون مصنوع من ايه؟ نمبر A سيراميك تايلز، B سترونج ستونز، C كارتون بيبر، D ليفز اند ستيك. طبعا طالما المكان كولد ويزر يبقى لازم يكون الروف مصنوع من السيراميك تايلز. question number 2، roof of space are made up of strong stone. الأسقف بقى من بتاعت ايه اللي بتكون مصنوعة من الحجارة القوية. number A desert home only، number B cold weather home only، C desert home and cold weather homes، number D desert home and tropical rainforest home. طبعا مصنوعة من strong stone عشان تحمي المنزل من الدست ومن الديرت، من التراب والغبار، يبقى دي فين؟ في الديزرت هوم اونلي، المنازل اللي بتكون مبنية في الصحراء فقط. نمبر 3، which of the following whom have an inclined roof. مين من دول من اللي بيكون عنده سقف inclined؟ inclined يعني بيكون سقف مائل. نمبر A desert home only، B tropical rainforest home only، C desert home and cold weather homes، D tropical rainforest home and cold weather home. طبعا احنا شرحنا وقلنا في الدرس في اتنين بيكون عندهم الروف بيكون inclined، اللي هي tropical، number D tropical rainforest home and cold weather home، number D. Number 4 we can measure the mass of an apple by using، انا هقدر اقيس الماس بتاعت الابل باستخدام البالانس. برافو عليكم. Number 5 we can measure space of a liquid by using measuring cup، انا هقدر اقيس ايه بتاع السائل باستخدام الميجرينج كاب. طبعا هقدر اقيس الفوليوم، الفوليوم بتاع السائل باستخدام الميجرينج كاب اللي هو الكوب اللي بيكون مدرج. نمبر 6، we can measure the length of your friend by using، تقدر تقيس طول صديقك، انت عندك صديقك اهو وانا عايز اشوف طوله كام سنتي، هستخدم ايه؟ هستخدم التاب ميجر، نمبر B التاب ميجر اللي هو شريط القياس. Number 7 all the following can be used to describe matter except، التشيب اي ميس التشيب بتوصف المطر، الكالر بتوصف المطر، التيكتشر بتوصف المطر، الاكسبت الوحيد اللي عندي البرايس، البرايس ده لا يوصف المطر. Number 8 we can identify milk by determining its، انت عندك لبن، اللبن ده انا هقدر احدده عن طريق ايه؟ عن طريق الكالر والتيكتشر؟ لا طبعا اللبن ملهوش تيكتشر. عن طريق الكالر والسايز؟ لا طبعا اللبن ملهوش سايز. عن طريق الشيب والاودر؟ لا طبعا ملهوش شيب. عن طريق الكالر والتيست؟ اه طبعا عن طريق لونه وعن طريق التذوق بتاعه. question number 2 complete the following table using these words ruler balance temperature volume. عندنا هنا كولوم في التولز وكولوم في البروبرتيز. اول واحد الثيرموميتر، الثيرموميتر is used to determine space of a hot water، انا بستخدم الترمومتر عشان يحدد ايه؟ عشان يحدد التمبريتشر. يبقى هنيجي نمبر 1 نحط كلمه تمبريتشر. نمبر 2 space is used to determine the length of a book، انا عندي كتاب اهو عايز اعرف الكتاب ده طوله قد ايه، طبعا هستخدم الرولر المسطرة، يبقى نمبر 2 رولر. نمبر 3 measuring cup is used to determine the space of amount of juice،
طبعا الميجرينج كاب هستخدمه عشان احدد الفوليوم بتاع كمية من العصير. يبقى نمبر 3 هحط كلمة فوليوم. نمبر 4 is used to determine the mass of fruits. هستخدم البالانس الميزان. يبقى نمبر 4 البالانس الميزان. Question number 3, put true or false. Number 1, we can describe solid matter by its texture and its shape. أنا هقدر أوصف السوليد ماتر عن طريق التكتشر، الملمس بتاعها، والتشيب الشكل بتاعها. اه طبعا، سي أنا عندي إيج بيضة، فأنا هقدر أقول إن دي شكلها التشيب بتاعها أوفل. هقدر أقول التكتشر بتاعها سموث، وبالتالي هقدر أوصف السوليد ماتر عن طريق التكتشر والشيب. يبقى ذاتس ترو. نمبر 2، The roof of tropical rainforest home is made up of leaves and sticks. That's true. صح طبعا. Number 3. The roof of desert home is made up of strong stone to protect it from snow. يقول لك السقف بتاع المنزل اللي ما يكون موجود في الصحراء بيتصنع من السترونج ستون عشان يحميها من السنو، الجليد. طب هي صحراء، هيجي لها السنو منين؟ لا طبعا، عشان يحميها من الداست والديرت، الغبار والتراب. Number 4, we can measure the volume of an amount of oil by using tab measure. أنا عندي oil يعني liquid، أنا هقيسه باستخدام التاب measure. لا طبعا، أنا هقيسه باستخدام الميجرينج كاب، الكوب العيالي. Number 5, the length of classroom wall is measured by using balance. أنا عايز أشوف طول الحيطة بتاعت الفصل، هستخدم البالانس الميزان. لا طبعا، هستخدم التاب measure. Number 6, you can use thermometer to measure temperature of a hot cup of water. That's true. Number 7, we can differentiate between sugar and salt by using their color. أنا عندي سكر وملح، هفرق ما بينهم باستخدام اللون. طيب يا ميس الشوجر لونه وايت، والسولت لونه وايت، يبقى مش هستخدم الكالر، هستخدم التيست التذوق. يبقى دي فولس. Question number 4, write the scientific term. Number 1, materials that is used to build the roof of a cold weather home. طبعا قلنا السيراميك تايلز. Number 2, materials that is used to build the roof of desert home. طبعا strong stone. Number 3, the property of matter which is measured by measuring cup. أنا طبعا بقيس الفوليوم بالmeasuring cup. Number 4, the property of matter which is measured by balance. البالانس بستخدمه عشان أقيس الماس، الوزن. Number 5, the property of matter which is measured by a tape measure. التاب ميجر بقيس بيه اللينس. Question number 5, complete. Number 1, we can use different materials to make a roof depending on the climate. اعتمادا على المناخ، انا بقدر احدد الماتيريال اللي بستخدمها في الروف. Where the home is located. Number 2, we can differentiate between ice and water as ice is طبعا الايس solid state while water is liquid state. Number 3, the space of your school bag can be determined by balance. انا بقيس ايه؟ شنطة المدرسة بالبالانس. بقيس الماس بتاعها بالبالانس. Number 4, you can use space to measure the mass of a matter. الماس طبعا بقيسه باستخدام البالانس. While you can use space to measure its temperature. التمبريتشر بستخدم الثيرموميتر. نكمل. Number 5, you can use a ruler to measure. الرولر بستخدمها لقياس اللينس of your book. While you can use a balance. لسه قايلينه البالانس بنقيس بيه الماس. Number 6, in the earth polar zone
people use space in building. طبعا المنطقة في بتاعت الأرض في البولر زون بستخدم السيراميك تايلز in building their home roof to protect them from rain عشان تحميهم من الرين أو ممكن تقول السنو. Question number 6 give reason for. لما أقول لك give reasons for يعني قول لي ليه. The roof of desert home is made of strong stone. المنزل في الصحراء بيكون مصنوع من strong stone وبيكون flat بالشكل ده. طبعا هنقول له to protect desert home from dust and dirt عشان يحمي المنزل اللي في الصحراء من التراب والغبار. Number 2 the roof of tropical rainforest home is made of leaves and stick. قلنا المنزل اللي بيكون في الغابات بيتصنع من الليف والستيك العصيان بالشكل ده عشان يدينا شكل القفص فيخلي الحيوان يخاف انه يخش جوه. To protect tropical rainforest home from animals getting inside. Number 7. What happen if the roof of cold weather home are flat? لو السقف بتاع المنزل اللي موجود في المنطقة الجليدية كان فلات مسطح بالشكل ده ايه اللي هيحصل؟ The rain will be collected on the top of cold weather home. المطرة هتنزل وتقعد تتجمع على الروف بتاعه. Number 8 choose the suitable tools to measure some things found at your classroom. You can choose the same tools more than once. Tools number A ruler. Tools number B measuring cup. Tools number C balance. Number 1 you can measure the height of your chair by using tool space. انا هقيس ارتفاع الكرسي يبقى انا هستخدم التولز نمبر A. انا هقيس ارتفاع الكرسي يبقى انا هستخدم التولز نمبر A الرولر. نمبر 2 you can measure the mass of your copy book by using الماس يبقى انا هستخدم البالانس يبقى التول نمبر C. نمبر 3 you can measure volume of water is found in your bottle by using tools for volume of water يبقى انا هستخدم التول نمبر B الميجرينج كاب يبقى هكتب هنا B. نمبر 4 you can measure the length of your pencil case by using tool number طول القلم هستخدم الرولر نمبر A. اخر كويتشن معانا نمبر 9 from the opposite figure tool 1 is used to measure tool 1 اللي هو ده الميجرينج كاب هيقيس ايه اوف ووتر while tool number 2 is used to measure number 2 اللي هو الميزان البالانس هيقيس ايه اوف tool 1 and water. اول واحد ده الميجرينج كاب بيقيس لي الفوليوم. طب البالانس بيقيس الماس. فين هنا الفوليوم والماس؟ عندنا نمبر A mass and length غلط. نمبر B volume temperature غلط. نمبر C mass and volume غلط. نمبر D volume and mass هي دي الإجابة الصحيحة اللي هي tool number 1 measuring cup بيقيس volume of water والبالانس بيقيس الماس. كده حبايبي يكون خلص المراجعة بتاعتنا. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. لو أول مرة تشوفوا قناتنا اشتركوا معنا في القناة ونعمل لايك على الفيديو. هسيب لكم في صندوق الوصف جروب التليجرام لجريد 4 و 5 وسلسلة شرح فيديوهاتنا بتاعة الساينس لجريد 5 وجريد 4 اللي شرحناها لحد دلوقتي. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.